إذا السلام عليكم متابعي قناة عبد الحبيب، بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة فاس، بالضبط أمام المحكمة الابتدائية بفاس. بالطبع ميمي ستار اللي كتواجد معنا وغتعطينا بعض المعطيات اللي هي كان واحد اللقاء وطلقت بوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بالأخت ميمي ستار، قولي شنو التفاصيل، شنو اللي وقع لك باش تلاقيتي أخ وبغيتي أنه يعاونك ويساعدك ويدعمك في القناة ديالك؟ السلام عليكم أولا وتحية، السلام عليكم وتحية المتتبعين جريدة عبير. السلام عليكم وتحية المتتبعين شركة جريدة عبير. وي خويا واحد النهار يمكن ثالث عيد ولا رابع عيد هكا قناتي متنوعة فيها كلشي. يمكن ثالث عيد ولا رابع عيد كنت في خرجت عرضوا عليا صحاباتي نمشي نتغدى في واحد الريستورون دون ذكر الاسماء، ريستورون مشهورة بزاف ديال الحوت. لا راه قنبولة النيت هي هادي. هادي راه قنبولة. عرضوا عليا صحاباتي نتغداو في واحد الريستورون مشهورة هنايا في فاس ديال الحوت، خاصة بالحوت. أنا كنت حنايا كنا كنتغداو في الفوقي وبوكريشة كان هو والبنت ديالو كانوا في السفلي، حنا تغدينا وسالينا وكنا خارجين، وأنا دائما فيما كنت في أي بلاصة ولا كناكل في الزنقة ولا هادي ولا هادي كندي معايا الأونبورتي لماما، فهمتيني؟ خديت الأونبورتي شوية تعطلت، كون خديت غير الزربة كون خديت بالزربة ما غاديش نتلاقى بهم. كنت هابطة في الدروج خديت الأونبورتي ديالي، تميت هابطة في الدروج كندير هكا كنلقى أون فاس هو جالس هو وبنته فواحد الطبلة باقي ما خداو لا ماكلة لا والو، فهمتيني؟ يلاه كيتسناو أوروبا ديالهم. بقيت كنشوف فيه بقى كيشوف فيا، كنقول أنا هذاك هاد السيد هذا ما خافيش عليا، هو كيشوف فيا تا هو هكا، واش السيد هذا ما خافش عليا بحالي شفتو فشي بلاصة بحالي كنعرفو بحالي هادي. واحد اللحظة مشيت عنده السلام عليكم صافا بخير هادي، قلت له واش انت هو بوكريشة؟ قال لي وي انا هو. قلت له مشرفين، انا ميمي ستار وعندي قناة في اليوتيوب ولكن قناتي صغيرة بزاف، قناتي صغيرة بزاف. قال لي ها شنو سميت قناتك؟ قلت له سميت قناتي ميمي ستار. قال لي مشرفين. صراحة الله انسان مؤدب، انا شوف شهادة الحق نقولها، انسان مؤدب وكيهضر زعما ماشي شي واحد، مؤدب ومتواضع، حتى التواضع متواضع. قال لي سميت قناة ديالك؟ قلت له ميمي ستار. وقال لي شنو المحتوى ديالك؟ قلت له المحتوى عندي متنوع، عندي طابخة، عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي. قلت له الله يجازيك بالخير سي محمد، الله يكثر خيرك ويجازيك بالخير، عندي واحد الظروف شوية قاصحة، واش ممكن تعاوني في قناتي بالدعم؟ ولكن دير زعما دعمني قناتي لوجه الله، فهمتيني؟ تعاوني في قناتي الله يجازيك بالخير. قال لي مرحبا مرحبا بكل فرح، اها واخا اعطيني النمره ديالك ديال التليفون. قلت له واخا، فتيت عليه النيميرو ديال التليفون، قيده هو، انا ما خديتش نمرته، هو اللي عطيته النمره ديالي. عطيته النمره ديال نمرتي الواتساب وابل، فهمتيني؟ عطيته النمره ديالي، خدا النمره ديالي. واحد اللحظه والبنت ديالو جالسه في جنبه، حتى كندير هكا داك الدري اللي كنشوف هكا، حيت انا ملي كنت كنهضر معاه عاطيها بالدار وكنهضر مع السيد مع الاب ديالها، درت هكا كنلقاها كتشوف فيا من التحت للفوق، كنتركز على المؤخرة، كدير فيا هاد، انا داك الشوفه هي اللي صراحه ما عجبتنيش، بنته كدير فيا بواحد الطريقه كطلعني من التحت للفوق. وعلى فكره حنا كاملين ولا 9 شهور، علاش غادي تشوف فيا بداك الطريقه؟ وعلى اللاج ديالها والله ما نكذب عليك هكاك. داك الشوفه اللي كانت كتشوف فيا هي اللي تارتني الفضول باش انني نقول لها واحد الكلمه. قلت لها واش انت هي فلانه؟ قالت لي اه. قلت لها مشرفين، وضربت لها هكا على كتافها بهذه الطريقه وقلت لها انت خطيره. علاش خطيره؟ على داك الشوفه اللي كانت كدير فيا، فهمتي؟ ما عجبتنيش. قلت لها انت خطيره وبقيت كنضحك. قلت لها شوفي داك المشكل اللي عندك مع ماماك وداك الشيء يعني حاولوا تصلحوه، وكيف ما كان الحال راه كتبقى امك، ورغم قسما بالله حتى انا عندي الام ديالي وحتى الاب ديالي متوفي، ولكن ما كنعرفو بقيمتهم حتى كنفقدوهم. قلت لها شوفي حاولي تصالحي مع الام ديالك، ولا كانت هي غلطه راه كتبقى مع الوالدين هما كلشي.
كلشي كلشي كلشي. قالت لي بعدا ما هضرت معايا ما ولدرت فيا هكا واحد الشوكه ديال الاستهزاء. الانسان حتى كيعطينا النصيحه واخا ما كتعجبناش كنردوا بواحد الطريقه زوينه، اها ان شاء الله ولا شكرا كاع مثلا كاع، حتى الا ما قدرتي تقولي والو قولي غير شكرا. دارت فيا بواحد الطريقه ديال هكا بحال الاستهزاء. المهم انا ما تسوقت لهاش، قلت له السلام عليكم، المهم الله يجازيك بالخير، هادي الا ما حطموكش ما يعاونكش. صافي مشيت في حالتي، دازت 3 ايام وهو يتصل بيا، جاتني واحد النمره غريبه، الو السلام عليكم شكون معايا؟ قال لي انا بوكريشه. قلت له اها مشرفين، كيبقيتي بخير؟ كلشي مزيان؟ امور مزيانه؟ قال لي واش نقدروا نخرجوا نديروا شي كافي؟ انا عيطت لك بخصوص الدعم اللي طلبتي لقناتك وبقيتي فيا منين قلتي لي بان عندك ظروف وهذه. قلت له اه فعلا انا ماشي كنكذب، انا فعلا عندي ظروف، فهمتي عندي ظروف وكنعيش انا والام ديالي والاب ديالي متوفي، وراه سهله باش نطلع ندير البوز وهذه، راه غندير غير فيديوهات على ماما وغنطلع بهم المشاهده، فهمتيني يعني راه لا حاسب ولا راقب. ولكن لا، راه واحد الحاجه خط حمر خط حمر. قال لي المهم انا راه عيطت لك على هذا الشيء، الا بغيتي نخرجوا نديروا كافي وهذه. قلت له كيفاش ما فهمتش كافي؟ قال لي والمهم خرجي ونهضر معاك وداك الشيء، ولا بغيتي انا راه اصلا منين شفتك في الريستورون عجبتيني وبقى بالي كله معاك وعجبتني الفورمه ديالك، ومنين شفتك راه كيشتيني اصلا كنت مركز عليك لان بصح ما خليتيليش العقل. قلت له دابا شنو زعما انا ما فهمتش؟ قال لي شوفي انت باغيه قناتك تطلع والهدف ديالك انا تزادك المشاهده وغيدخلوا عندك الناس، وانا غادي ندير لك دعم وغادي يدخلوا عندك الناس ويعاونوك بالسوبر شات وغتطلع لك القناه ديالك. قلت له ايه وشنو المقابل؟ لان عرفت انا. قال لي راكي عارفه كملي من دماغك، المهم انا عجبتيني وباغي نزيد حتى المره الثالثه. باغي الثالثه والثانيه لا صا. انا قلت له شوف الله يجازيك بالخير، انا فاش هضرت معك في ريستورو انا ما يمكنليش ندير معك كافي ولا نخرج ولا هادي ولا نتلاقى بك الا غدير لي دعم لوجه الله تبارك الله، ولا كان حتى نتلاقى وداك الشيء. انا اصلا عندي فوبيا مالي للقنوات، مع احتراماتي للجميع، ولكن هذا الشيء اللي كنشوفه في السوشيال ميديا ضرب فيا نضرب فيك، فهمتي؟ ما نقدش ولو انني محتاجه الدعم لقناتي. بالنسبه للحضور ديالك يوم الجلسه، كيفاش شفتي ديك اليوتيوبرز خلال الابتزازات اللي كانت كتصور بعضياته؟ كيفاش شفتي اليوتيوبرز؟ واش كيديروا شي حاجه اللي هي في المستوى؟ واش شي حاجه ديال المستوى؟ كيفاش كيبان لك هادشي ديال السوشيال؟ الصراحه ما كنبغي نضرب حتى في شي قناه، ولكن انا السبب التواجد ديالي الاول والثاني هو لا لعقوق الوالدين ولا لنشر العقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لان راه كاينين اطفال كيتانسبيراو منهم داك الشيء، فهمتيني؟ ربما انا ماجور ماشي مينور، ولكن كاينين اللي مينور كيتانسبيراو منهم داك الحوايج الخايبين، وانا ما كنشجعش على العقوق، واللي كيكون في الصف ديالهم وكيشجع على العقوق راه شنقول لك؟ راه لا اله الا الله، غاد البلاد هذه راه غاده في الهاويه، فهمتي؟ بالنسبه كيفاش كيبان لك اليوتيوبرز اللي كيطلبوا شي حاجه بحال اللي طحتي فيها دابا لحد الساعه، فهمتي؟ على اساس باش يقدر يعاون. كاين بعض اليوتيوبرز كيطلبوا ماديه الفلوس من 10000 درهم للفوق. اها. كاين بعض اليوتيوبرز اللي كيطلبوا شي حوايج مثلا بحال هذا الشيء اللي وقع لي انايا. قال لك اليوتيوبرز زعما هما كيخرجوا بالتفاهه، ما كيكونش عندهم شي موضوع اللي هو في المستوى. دابا انا اللي كنستغرب ليه ان انسان ما فايق بكري، ما نايض مع الفجر، ما قاري فيها، ما ضرب فيها تماره، جات هكاك لله لوجه الله، فهمتيني؟ جات هكاك هباء منثوره. اذا على الاقل على الاقل ندير غير شي حاجه زوينه ونعاون الناس اللي محتاجين وكيستاهلوا الدعم وكيستحقوا الدعم، فهمتيني؟ وبلاش هذا الابتزاز، علاش غنطلب الانسان الفلوس باش ندعمه؟ واش ما بقاش شي حاجه لوجه الله؟ واش ضروري بنادم ينوض يتعرى باش يطلع المشاهده؟ واش ضروري نديرو شي حوايج خايبين حنايا خصنا ما نعرفش شنو هو؟ انا راه ساهل كون بغيت نتلاقى وندير معاه شي حاجه اباحيه راه غنتلاقى وندير معاه شي حاجه اباحيه وطلع لي المشاهده وطلعت انا في الطوندونس. وخير دليل على هذا الشيء باش انا ما بغيتش ندير البوز، الناس اللي يقولوا مثلا باغا دير البوز، فوقاش كان العيد الصغير امتى فات؟ وشحال هادي باش تلاقيتو في الريستورون؟ وشحال هادي باش عيط لي؟ ها؟ كون بغيت راه غنتصل باي صحافه غادي نقول لهم انا اش كاين واش كاين، راه حتى البارح ملي كنت باب هذا ومنين تلاقيت بالاخوان بالاخوان الاخرين وهضرت معاهم قلت لهم هاش كاين واش كاين، قالوا لي راه خاصك فهمتي هي فاش انا خرجت من منبر اعلاني البارح واليوم لا اقل ولا اكثر.
ماشي بوز ولا الناس اللي كيقول لك لا باغا تقلب على البوز ولا جاب الله شي بوز علاش لا ما نستاهلش انا البوز انا نستاهل البوز. والموضوع اللي كتشوفي المحتوى اللي كيلوحوه هما كيفاش كتشوفي المحتوى ديالهم؟ لا انا اي محتوى نقدر نشجعه روتيني اليومي ونشجعه نقدر الظروف ولكن حتى العقوق الوالدين امي ثم امي ثم امي والله ما نقدر انا هيا الوالده انا عايشه انا وياها ويمكن لي ندير فيديوهات ونعمر لاصاك بالحوايج ولا خرجي عليا ونديهم للدار العزازه وندير تمثيل ولو انه غير تمثيل راه الام كتبقى خط احمر الا حمق امك ولا هبيل امك ولا فيها الزهايمر امك ولا مسطيه امك ولا اي حاجه كتبقى امك ديري اي حاجه انا كيقولوا دابا الناس غينتقدوني يقول لك لا انت كتشجعي روتيني اليومي اللهم روتيني اليومي ولا تخرجي تضربي في داك الام اللي هزاتك 9 شهور وهي ما حفات عينيها بخلات هل راه غير داك غير باش تقبط الشوكه هكا حتى انا راه كان تندير شويه ديال الحنه مره مره غير باش تقبط هكا شوكه وتشدها غير نص ساعه د المكانه جلب صبعك يبقى نص ساعه د المكانه هكا مكوانسي فما دارك انت الام ديالك لا انت ولا الاخرى هزاتكم تبارك الله وكبراتكم وقراتكم السوايع والفيديوهات كيشهدوا على هذا الشيء وغيقولوا انا من الطرف ديال سعاد ايها سيدي انا من الطرف ديال سعاد يلا ولو انني انا محايده ما مع هذيك ما مع هذوك لان هذا الشيء كله بوز وهذا الشيء كله افلام وفي الاخير غادي يتصالحوا كيبقى المتتبع راكم عارفين كيفاش كتشوفي المصداقيه ديال اليوتيوب بالنسبه ل المواضيع واش طلعت لك القناه ديالك كتبقى تكذب على الناس ما عمري كذبت على الناس والله ما عمري ساهله راه ما معايا حتى شي واحد انا كنعيش انا والام ديالي وهذا هو سبب ديال الخروج الاعلاني انني كنشوف انني انا والام ديالي وشي حاجه اللي مستحيله انني ندير عليها فيديوهات ونطلع بها المشاهده ندير روتيني اليومي يقول لك ندير روتيني اليومي ندير شي حوايج بشكل كاع في قناتي وما عنديش غرام ديال المشكل دريك صالحين بحكم انك درتي انا صريحه اليومي أه. والعائله ديالك واش ما عندكش اشكاليه شوف روتيني اليومي فيه وفيه انا كل واحد المثل لان راه ما كاينش اللي غيعرف حتى بخبزه ولا مثلا لا كاين اللي ما غيعرفكش بخبزه ولا داكشي لا داكشي ابار انا شوف عاش من عرف قدره والانسان اللي محترم راه محترم السوشيال ميديا خالف تعرف في السوشيال ميديا الا بغيتي تطلع المشاهده خالف تعرف وخير دليل انا كندير فيديوهات على غير الاسعار ما كيدخل عندي حتى واحد العكس الا درتي شي موضوع ديال شي موضوع هكا تافه كلشي غيدخل وغادي يسمع وغادي يبارطاجي لا اله الا الله باش انا ما كنعممش راه كاينين الناس اللي ما عندهمش مع محتوى تافه راه ماشي كلشي فهمتيني ولكن الاكثريه كيتبعوا محتوى تافه واعتذر للمشاهدين الاعزاء لان الواقع هو هذا وكتعرفوا لي انا كيبقى تصافري عند اليوتيوبرز تديري معاهم شي محتوى تمشي معاهم بعد لا 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 انا لا 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 انا ما كنبغيش نطلق مع احتراماتي لمالي القنوات ولكن انا كنخاف لان غتلقى به في الاول غيعرض عليك غتعرضيه عليه غادي يجي عندك غتجي عند هذا غتكبري به يكبر بك ايوا وفي الاخير خاصهم يقلبوا لك غير على شي حاجه بسيطه لان اي واحد فيه الاخطاء ديالو يشوف لك غير شي حاجه بسيطه ويخرج يدير عليك فيديوهات ولا درتي عليا فيديو ندير عليك 10 ديال الفيديوهات انا ما عنديش مشكل كونيكسيون نطلوقه بك ولا بلا بك اذا شنو هو انا حدوديه كون بغيت ندير البوز في هذا الشيء راه كان ثالث عيد ولا رابع عيد فهمتيني سهله غندخل لاي سيت غنجبد النمره ديال التليفون ديال اي جريده وغنقول لهم انا ها شنو كاين وشنو كاين فهمتيني ماشي غادي نتسنى انايا حتى الجلسه وحتى هذه وحتى هذه وعاد غادي نقول ها شنو وقع وها شنو وقع واحد النهار اه تقدر تغني لنا شي مقطع شي اغنيه اللي كتعجبك كتغنيها حنا في الشارع وغيضحكوا علينا ايوا تحياتي للمتتبعين بيضاء تحياتي لكم هي كتسلم عليكم تحياتي لكم وتحياتي للمتتبعين ديال القناه قناه عبير الله يحفظكم الله يطول لي في عمركم ان شاء الله دائما نبقاو نخرجوا معها بعد الفيديوهات ان شاء الله وحنا ان شاء الله غادي نوقفوا معها وغادي نتبعوا معها ان شاء الله شكرا جريده عبير الله يخطيكم الله يكبر بكم اي واحد كي من المقطع الاغنيه اللي كتعجبك كتعجبني ميمي ستار في الفن والغناء ان شاء الله ونكتشفوا الحضور الذهبيه والصوت الرائع اللي غادي نسمعوه ان شاء الله دابا غيسمعوا فينا سبا بالعكس عطيني
معنى الموهبه اللي عندك شي كيعجبني واحد الديسك زويون صراحه الله لان انا متبعاني الجاليه وتحيه للجاليه المغربيه خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن وتحياتي لكم جميع المغاربه اينما كنتم واينما وجدتم وكيعجبني واحد الديسك لان تنغنيه ديما في اللايفات ديالي الغربه والهم كل يوم يسطوا خوتي انا راه كنضحك راه عزيز عليا الضحك الله الله حول حول الغربه والهم كل يوم ميستوار كبرنا وشبنا مازال صغار ما درنا والو يا سلام ما حفظهاش كامله واحد ديسك واحد اخر ديال طلع ما خوتي ياما ياما جامي نلومك ياما جامي نلومك الماضي ولا الطاسي فات ياما وبغيت نشوفك توحش دوك القعدات وحدي في الغربة فهميني ياما 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 سمحي لي مكتوب الداني وماشي بالعاني عايت ما نصبر مكواني ضري دخلاني ياما زدو يامي وما نسيتك جامي ياما غير ما عنديش زهر ياما غير ما عنديش زهر مشتاقي دارنا وخوتي مشتاق لدوك القعدات نسهمي وهمومي بالفرح يسيلو دمعات وحدي في الغربة فهميني ياما 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 وتحية الجالية المغربية خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن تحياتي لكم وتحياتي للمتتبعين ديال القناة عبير متتبعي قناة ميمي ستار الله يحفظكم الله يطول لي في عمركم هذا المحتوى ديال الغناء يقدر يشوفكم في القناة ديالك ايوا داك الشيء ديال الغناء خاصك تخرج البوم وخاصك تخسر عليه وانا ظروفي ما كت... عندي ظروف صعيبه بزاف صعيبه انا كتحنا 800 درهم كتشدها على 3 شهور باش تعرفوا الحقيقه ديال اليوتيوبر راه انا 800 درهم كنشدها بحال بشهر الشهر الجاي ما نشدهاش الشهر اللي موراه عاد نشدها يعني انا في قناتي وهذا غير سير وانتر بارونتيز ما خاصنيش نقوله ولكن انا صريحه نقول كل شيء الاول ديال رمضان يعني في الثالث شعبان صيفطوا لي الادسنس ياك هذا اللي خرج والو وهذا التالي ديالو عاد يلاه الناس يعاونوني بالسوبر شات وداك الشيء وهذا الشيء اللي كاين مرحبا بكم باش تدخلوا هنا وغادي نقول لكم الى اللقاء تصبحوا على خير فنبقاو معاهم ان شاء الله حلقات اللي غنصوروا معاهم مستقبلا باش تعرفوا ميمي ستار تبارك الله حضوره ذهبيه وصوت رائع وعندها واحد الطاقه هي في مستوى مواهب اللي اكتشفناها اليوم اذا شكرا لكم وتبعوها في ميمي ستار في القناه ديالها شكرا.